السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد الريب ديال الدار إن شاء الله، ديال المحلابات. أتمنى يا ربي إن شاء الله يعجبكم. الصراحة كيجي رائع بحال اللي كنشربوا في المحلابات بالنسبة لي أنا في المغرب. نتمنى إن شاء الله تجربوه، صراحة طريقة سهلة وكيجي غزال وزوين وجديد. نتمنى يا ربي إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. صراحه مكونات بسيطه بزاف بزاف، هانتوما كتشوفوا كي كيجي خاطر بحال الشكل ديال دهنون، صراحه جا زوين. نخليكم ان شاء الله تتبعوا معايا المراحل ان شاء الله اللي درت ليه، وتجربوه ان شاء الله ويصدق ليكم كما صدق ليا ان شاء الله. ان شاء الله ندوزوا المراحل باش نحضروا هذا الريب ديالنا ان شاء الله ديال الدار. والمقادير كتبقى على حساب الافراد اللي بغيتوا ديروا، قدروا المقادير ان شاء الله. هنايا انا درت 4 يطرو ديال الحليب، يمكن لكم ديروا نتوما القياس اللي بغيتوا على حسب الافراد ديالكم. انا درت هنايا 4 يطرو ديال الحليب، غادي نديروه ان شاء الله باش يفيض لينا. انا هنا خويتو في هذه الكميله كبيره، وديروه يفيض. ما حدو ملي كيفيض كنحيدو ليه ديك الفراره ضروري، حيت هذه اللي كتخسر الريب ضروري خصها تحيد ليه ضروري. ما حدو هو كيفيض لينا، وكنبقاو نديرو ليه الصفايه بحال هكا ونصفيو هذيك الفراره. هذيك ضروري ما خصهاش تبقى في الحليب ديالنا باش يصدق لينا الريب ان شاء الله. كنحركو مره مره، كنعاود نقلب نشوف واش بقات شي حاجه ديال هذيك الفراره ونحيدوها باش ما تخسرش لينا ان شاء الله الريب. صافي هنايا من بعد ما فاض لينا هنا كنعاود مازال نتاكد واش باقا شي حاجه، حتى ديك الكشكوشه ولا لاي حاجه لصقات لكم هكا في الصفايه تحيدوها. دابا ان شاء الله غادي ندوزوا للمرحله الاخرى ان شاء الله باذن الله. تنقيوه مزيان، تتصفيوه مزيان بالصفاي حتى ما يبقى فيه حتى شي حاجه، تتهزوا الصفايه ما يبقى لكم فيه حتى شي حاجه. صافي ها نتوما شفتوا هنايا ما بقى لينا فيه والو. دابا ان شاء الله غادي ناخذ واحد شويه باش نعاود نخلطو مع دانون. خديت شويه درته في كميله اخرى بوحدها، غير واحد شويه العبار اللي بغيتو. صافي وغادي نضيف السنيده، كل ايطرو غادي ندير فيه 3 المعالق ديال السكر، حتى السكر الا كثرتوه بزاف في الريب ما تيصدقش. انا هنايا غادي ندير كل ايطرو غادي ندير فيه 3 المعالقات، نتوما القياس العبار اللي بغيتو ديروا. انا هنايا درت 4 ايطرو، راه غادي ندير كل ايطرو غندير فيه 3 المعالقات ديال السكر. ما كيجيش حلو بزاف، وحتى الحلاوه بزاف كتخسر الريب ما كتخليش يعقد. صافي غادي نحرك هذاك السكر، هنايا راه طافيه عليه، وغادي نخليه يبرد شويه. دابا ان شاء الله غادي ندوز لهداك الحليب اللي نقصت ديك الكميله، كل ايطرو عاوتاني غادي نديرو فيه دانون. ودانون نتوما النكهه اللي بغيتو، ولكن من الاحسن يكون هكا شويه عاقد باش يصدق لينا الريب ديالنا. انا درتو هنايا بالفاني، كلكم ديروه بالنكهه اللي بغيتو. صافي المهم هنايا كل ايطرو كل ايطرو غتحسبوا ليه غتضيفوا ليه دانون واحد. المهم انا هنايا درتهم كاملين في هذه الكميله وغادي نخلطهم. بما ان شاء الله برد لينا هذاك الحليب شويه، يعني خاصو ما يبردش تماما، ما يبردش تماما، يعني القياس اللي تحطي فيه صبعك وما يحرقكش عاد باش تضيفي عليه هاد دانون والحليب اللي كنا نقصنا. تنكملوا هذوك دانونات كاملين. صافي هنايا من بعد ما كملتهم غادي نخلطو مع الحليب باش ينسجم لينا هذاك دانون والحليب. من بعد ان شاء الله ملي غادي يبرد لينا داك الحليب الاخر اللي ضفنا ليه السكر غادي نضيفو عليه ان شاء الله. خليوه يبرد شويه داك النص الاخر، ما تخليوش يكون سخون بزاف. المهم تحطوا صبعكم ما يحرقكم صافي، وتضيفوا عليه هذا ما يبردش بزاف وما يكون سخون بزاف، يعني بين وبين.
هنا غنخليه شويه يبرد شي شويه وغادي نضيفه عليه. نتوما شفتوا ما تبقاش فيه ديك الفراله نهائيا، تحاولوا تصفيوها مزيان. صافي هنايا هو برد ليا شويه، غادي نضيف عليه داك الخليط الاخر وغادي نبداو ان شاء الله باش نعمرو في الكويسات ديالنا. صافي هنا انا غادي نخويه ونخلطوه، ودابا غنعمرو الكويسات ولا الزليفات اللي بغيتو ديروهم فيه. كتعمرو الكويسات اللي بغيتو ديروهم في هذا تشربو فيهم الري. من بعد انايا هنايا راه يعني الحليب هاد الري باغي خصو شي بلاصه هكا يا سخونه. انا طيبت الخبز وطفيت على الفران، وعاد باش دخلت فيه هاد الري بصراحه كيصدق كيصدق مزيان الصراحه. الا درتو هكا في الفران اللي كنتو طيبتو فيه شي حاجه وخليتوه باقي دافي ودخلتوه ليه باش يبقى حتى الصباح، صراحه كيصدق زوين. هنا جات واحد السوبيره هكا اللي عندكم ولا بانيو ولا اللي كان، فرشت ليه هكا فوطه وغنستف فيه دوك الكويسات كاملين. غادي نستفهم هكا وحاولوا تقربوهم باش ملي تحطوهم ما يتزعزعوش ليكم، باش الريب ياخد الشكل ديالو مزيان. صراحة وحشنا الريب ديال المحلبات وقلت علاش ما نديروش ان شاء الله. صافي هنايا منين بعد ما عمرنا غادي نغطيه بواحد البلاستيكه ديال الثلاجات، كلكم تغطوه باش ما بغيتو بورق الزبده ولا اي حاجه. انا درت ليه ديك درت ليه دوك البلاستيكات. صافي هنايا غندير ليه هاد البلاستيكه هادي وغنعاود نغطيه بديك الفوطه من هاد الجهه والجهه الاخرى باش ما يدخلش لينا ليه البرد. عاد باش ان شاء الله غادي نعاود مازال نغطيه في الفران. غادي ندخلو الفران كما قلت لكم باقي سخون، غادي ندخلو هنايا في اليوم الثاني. خرجنا ان شاء الله الريب ديالنا، دابا ان شاء الله نشوفوه. ها هو الشكل ديالو راه شاد فراسو، يعني مازال خاصو دابا غير الثلاجه باش يزيد يكمل هذا الشكل ديالو النهائي. صافي هنايا غادي نغطي هاد الكويسات كاملين بالتلوفان. كتعرفوا الثلاجه ان اي حاجه خاصها تحت فيها خاصها تكون مغطيه. صافي انايا غادي نديرهم في نغطيهم كاملين بالتلوفان وغنعاود نردهم للسوبيره وغادي ندخلهم ان شاء الله للثلاجه. غنبقى تنغطيهم كاملين بهذا الشكل هذا كما شفتوا، من الاحسن يتغطاو. او لما بغيتوش ديرو لهم السلوفان يمكن لكم تدخلهم الثلاجه وتغطيوهم بورق الزبده. المهم خصهم يتغطاو وما خصهمش يبقاو هكاك معريين في الثلاجه. صافي هنايا من بعد ما غطينا كل شيء غندخلو للثلاجه ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم. هنا ان شاء الله من بعد ما بردوا لينا في الثلاجه، هانتوما كي شفتوا الصراحه جا عاقد وجا غزال بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه تجربوه ويصدق لكم ان شاء الله، تعجبكم الطريقه صراحه سهله مهله ما فيهاش حتى شي حاجه ديال اللي صعيبه. ان شاء الله نشوفوا الشكل ديالو كي داير. هانتوما شفتوا الكاس، ها هو مقلوب راه باقي ما حيدتش ليه السلوفان. نحيد ليه دابا السلوفان وتشوفوا معايا الشكل ديالو كي جا. هانتوما شفتوه ما شاء الله جا عاقد، هانتوما الشكل ديالو. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يشترك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم بيا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ويصدق ليكم ان شاء الله تجربوه وتخلوا لي في التعليق ديالكم شهية طيبه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.